موجة احتجاجية أخرى تندلع على وقع التدهور الاقتصادي المضطرد. الجديد هنا في صباح العاصمة المؤقتة ليس قطع الطرقات وإحراق الإطارات، بل الإضراب الذي نفذه موظفو قطاعات حكومية عدة، وعصيان مدني شمل الكثير من المحلات التجارية. اليوم عصيان مدني شامل، تلبية لدعوة شعبية ونقابة العمال، وذلك بسبب ارتفاع صرف العملة الصعبة وانهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وجميع السلع وانعدام المشتقات النفطية. والعصيان حتى الساعة 12 ظهرا، يعني عصيان جزئي، يعني عصيان جزئي. لا أفق يتبين أو بادرة انفراجة اقتصادية في ظل عجز الحكومة بل وفسادها الذي يفاقم انهيار العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 600 ريال، الأمر الذي انعكس على أسعار كافة السلع وخاصة المشتقات النفطية. الإضراب الذي شمل أغلب مديريات عدن اليوم هي رسالة للحكومة الشرعية والتحالف العربي بأنه اليوم المواطن صار منهك من الغلاء الفاحش الذي أضره. اليوم مش قادرين الناس تشتري مواد غذائية بسبب الارتفاع الجنوني وانهيارة العملة. نرجو يعني أنه يكون هذه رسالة للحكومة الشرعية والتحالف العربي بأن يكون هناك حلول عاقلة، لأن أعتقد الناس تتبعها خطوات إن لم يكن فيه هناك حلول عاقلة في القريب العاجل. مصادر في النقابات العمالية والمهنية صرحت بأن الإضراب سيستمر في الأيام القادمة، فهل ستصمد هذه الانتفاضة المطلبية الخالية من أي حامل سياسي يتبنى مطالبها في أروقة الحكم واتخاذ القرار؟ بدأت المحلات التجارية تفتح أبوابها بعد نصف نهار من عصيان مدني هو الأول منذ انتهاء الحرب في العاصمة المؤقتة. إنذار أول، من المتوقع أن تلحقه الكثير من مظاهر الاحتجاجات إذا ما استمر التدهور الاقتصادي والغلاء الفاحش الذي أرهق كاهل المواطنين. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.